شرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بن مهدي بقاعة المؤتمرات عبد اللطيف الرحال بالعاصمة بحضور مجموعة من الوزراء وممثلي مختلف السفارات وإطارات أيضا بالوزارة. أشرف على فعاليات حفل اختتام مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن وتجويده في طبعاتها 18 والتي جرت بتقنية التحاور عن بعد، وذلك بمشاركة أكثر من 50 متسابقا من مختلف الدول. وجاءت المرتبة الأولى للطالبة الجزائرية شيماء أنفال تباني، أما المرتبة الثانية للطالب حسن شعيب محمد شافعي من مملكة السويد، فيما كانت المرتبة الثالثة للمتسابق الليبي عبد العزيز مخلوف سالم. ميكروفون سيد أحمد دهديبل. يعني حضرنا جميعا هذا الحفل البهيج لاختتام الطبعة 18 بمشاركة أكثر من 50 دولة كما تابعتم، وللمرة الثانية على التوالي العام الماضي وهذا العام تتوج الجزائر في المسابقة الدولية للقرآن الكريم بطالبة مباركة كانت الحمد لله بتقييم السادة العلماء والخبراء هي الأولى، والرتبة الثانية نالتها دولة السويد كذلك، والرتبة الثالثة نالتها دولة ليبيا الشقيقة. وهذا المحفل جمع الأشقاء، جمع الأصدقاء برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية الذي يرعى القرآن الكريم وأهل القرآن الكريم. هنيئا للجزائر مثل هذه التظاهرة، ونلتقي إن شاء الله في شهر رمضان القادم في ليلة 27 ستكون هناك أيضا يعني مثل هذه اللقاءات، وسيكون كذلك نشاطات أخرى قرآنية. هنيئا للجزائر بهذا الإنجاز. نحن اليوم في الحفل الختامي لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها 18 على مستوى العالم الإسلامي وبمشاركة 53 دولة. الحمد لله اليوم الحفل الختامي وفقنا الله وفقنا وتحصلنا أنا والمتسابق السويدي والمتسابق الجزائري على الترتيب الثلاثة الأولى. أشكر كل القائمين على هذه المسابقة، وأشكر لجنة التحكيم المشايخ على مستوى حتى هم من دول مختلفة، أشكرهم جميعا وأشكر القائمين على هذه المسابقة. الحمد لله رب العالمين الذي وفقني. هو الحقيقة الأمر كله راجع لتوفيق الله سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الأمر توفيق رباني إلهي الحمد لله، ثم بعد توفيق من الله سبحانه وتعالى كان الأمر محتاج إلى ضغط ومحتاج إلى تحضير ومحتاج إلى أنه كانت بالنسبة لي أصعب مسابقة خضتها لحد الآن.